المشروعات التي يعرضها الصندوق على هامش المؤتمر. الصندوق شريك أساسي في المشروعات التي تم توقيعها منذ الأمس. تفاصيل هذه المشروعات، عددها، حصة الصندوق السيادي منها. احنا نفكركم ان احنا دايما محاور الاستثمار عندنا محاور قطاعية، واهم القطاعات اللي لقينا فيها ابيتايت مشترك للاستثمار هو عنصر اساسي النهاردة، هو الغذاء والطاقة المتجددة والاقتصاد الاخضر والصناعة، ودول الثلاث ألمنتس اللي احنا مركزين عليهم في الاتفاقيات المرة دي. احنا اهم حاجات النهاردة هي اوروبا بتدور على شريك شراكة استراتيجية وتطبيق للشراكة الاستراتيجية. النهاردة فات 100 يوم على رفع مستوى التعاون مع مصر للشريك استراتيجي. ازاي بنعمل بنطبق ده وتطبيق ده في على ارض الواقع من خلال شراكات في التصنيع، شراكات في الزراعة والأغذية، وشراكات في القطاع اللوجستي، وطبعا الهيدروجين الأخضر هو المساحة الأكبر والأشمل في إنتاج الطاقة المتجددة، وكل عناصر بقى البنية الأساسية اللي بتتبعها. دول أهم القطاعات. إحنا الاتفاقيات اللي وقعناها لسه حالا انتهينا من توقيع 5 اتفاقيات جديدة، 4 اتفاقيات إطارية جديدة، وكده بقى مجموع الاتفاقيات الإطارية اللي تم توقيعها تعدى 15 اتفاقية إطارية من 30 مذكرة تفاهم. والاتفاقيات الإطارية دي النهاردة بتوع النهاردة بس حجمهم لاستثماراتهم تتعدى 30 مليار يورو، وحجم إنتاج الأمونيا بيستهدف أكثر من 3 مليون طن سنويا من الأمونيا الخضراء، مستهدفة تصدير للأسواق الأوروبية. امبارح كنا أعلنا برضو عن شراكة، لو تتذكروا في COP27 إحنا أطلقنا أول إنتاج أمونيا خضراء في مصر. لما أطلقنا مصنع إنتاج أمونيا الخضراء بشراكة مع فيرتيجلوب، مضينا اتفاقية الأوف تيك للأمونيا الخضراء امبارح مع الشريك بتاعنا من شركة فيرتيجلوب لتصدير الأمونيا. وإن شاء الله بنتطلع إن احنا عندنا بقى دلوقتي مساحة أوسع في إن احنا نعمل تحول أخضر لكل صناعات الأسمدة اللي موجودة في مصر، وفي قطاع منها كبير قوي متاح، وإحنا 6 أكبر دولة مصدرة للأمونيا. فلما نحول ده للاقتصاد الأخضر، ده من ضمن الفعاليات اللي السوق الأوروبي مهتم بيها لأمنه الغذائي، وبالنسبة لنا إحنا اقتصاديا بيحولنا يحطنا على مسار تحول الاقتصاد الأخضر برضو وسوق تصدير واعدة. مشاركة الصندوق السيادي في كل هذه المشروعات، ما هي طبيعة هذه المشاركة؟ أرض أم يعني طبيعة المشاركة؟ إحنا محفز في برنامج الهيدروجين الأخضر، إحنا شريك أقلية، ودايما إحنا شريك أقلية عشان يبقى دايما عندي مضاعف الاستثمارات جنب الجنيه اللي إحنا بنضخه في هذه الاستثمارات. فإحنا مشارك أقلية بالصندوق الأخضر بتاعنا في حصص رؤوس أموال أقلية مع كل شركاء التنمية وكل شركاء التطوير اللي داخلين في قطاع الإنتاج الهيدروجين الأخضر. احنا بنطلق النهاردة كمان الصندوق الصناعي اللي احنا بنقول بيه احنا محفز وكاتاليست لدخول الاستثمارات عشان اصنع مكونات التصنيع الاخضر، كل مكونات النقل الاخضر بنبني على نارك ومصفوفة بقى الفاليو تشين بتاعت توريد المكونات الاقتصاد ده، بنبني مصانع جديدة مع فولكس فاجن لتوطين صناعة العربات في أفريقيا، وبنغذي السوق الأفريقي. فكل ده إحنا شريك أقلية مع شركائنا من القطاع الخاص المصري وقطاع الخاص الأجنبي، وكمان دلوقتي شركاء التكنولوجي بقوا شركاء معانا. خارج ده عندنا طبعا شركات بقى في كل قطاعات، زي في قطاع التعليم إحنا بنشارك بالأراضي وكده، وإن شاء الله هنطلق قريبا شركات في التعليم العالي. من خلال المؤتمر المرة دي إحنا أهم عملة للاستثمار النهاردة بنحطها هي ايه، هي الالاينمنت اوف انترست ما بيننا وبين المصدرين وبيننا وبين المستورد من الاتحاد الاوروبي، ان احنا بنخاطب الحكومه الاوروبيه كمان انها تعزز من الاستثمار بتاعنا، منها تبقى تعمل لنا اتفاقيات طويله الاجل بتدي سهوله لتمويل المشروعات في مصر وتسهل دخول الاستثمارات ورؤوس اموال والتمويل. صندوق الصناعة حضرتك بتتحدث عن إطلاقه اليوم، رأس مال هذا الصندوق كم يبلغ؟ احنا هنعمل مجلس إدارة نطلق، بس احنا كل صندوق من صندوقنا الفرعية لن يقل رأس ماله عن 100 مليار جنيه، بس بدالي بالعملة الجديدة بتالي هيبقى غالبا رأس مال أكبر من كده إن شاء الله. بالنسبة لمشروعات تحلية المياه، وهذه أيضا تنتظرها شركات عالمية كثيرة، ماذا تم بشأنها؟ امبارح في جلسة الحوار كان في نقطة سبيسيفيك على تحلية المياه، هي ده من ضمن أمننا المائي ومن ضمن المستهدفات الرئيسية. احنا مستهدفين بقى ان احنا ندمج توطين التكنولوجيا بتاع تحلية المياه
والتوسع في برنامج تحلية المية لتغذية المحافظات المختلفة والمناطق الصناعية وإنتاج الهيدروجين. النقطتين دول ماشيين بالتوازي مع بعض، وان شاء الله نعقد لجنه للتحليه باذن الله يعني وينطلق البرنامج ده. الخبر الخاص للعربيه بيزنس، انا هقول لك بقى الـ 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 الجانب الايجابي من كل هذه الشراكات ايه. هو المنظور العام النهارده ان طالما السوق الاوروبي والاتحاد الاوروبي داعم الاقتصاد المصري وبيقدم بيرفع من مستوى الشراكه، هيبقى عندنا تطور في التصنيع، النمو الاقتصادي اللي جاي، الفلو بتاع الاستثمار الاجنبي المباشر داعم الاقتصاد. لما ده يدعم الاقتصاد مع ان شاء الله نشوف تطور في الكنترول على حجم الانفليشن محليا وعالميا، ده هيفتح مجال لانطلاق البورصات. انا بقى متفائل جدا ان شاء الله ان مع بدايه السنه الجديده باذن الله هيبقى في انطلاقه كبيره جدا في الطروحات العامه باذن الله. مفيش تفاصيل عنها؟ ده رسالة في حد ذاتها بتدي دفعة تفاؤل، احنا متفائلين ان السوق هيفتح وهنجهز كل بداية العام الحالي والعام المالي الجديد ولا العام القادم؟ بتهيالي بداية من شهر اكتوبر ان شاء الله العام المالي الجديد. في قطاعات معينة؟ احنا القطاعات اللي بنتكلم عنها هي قطاعات الخدمات الماليه والتكنولوجيا الماليه، الشركات اللي اوريدي كانت موجوده في المحفظه، في عندنا شركات كانت اوريدي طرحت مع مستثمرين على وعد بالطرح العام، انا هنشوف الطروحات دي ان شاء الله تبتدي تشوف طرح. شكرا لحضرتك.